انت دلوقتي ملك، امرك نافذ وحكمك بالعدل واجب. ما تسمعش للاصوات اللي بتقولك خاف من مصير ثقنا نرعى وبلاش الحرب، لازم تكمل مشوار اللي سبقوك. انت دلوقتي جوه قاعة الملك احمس طارد الهكسوس من مصر. معنى كده اننا سافرنا تاني من زمن لزمن؟ مش كتير، كاموس حكم 3 سنين بس، وبعد كده احمس اللي تولى الحكم. دلوقتي هو بيسألني انا، انت جاوبت ليه وحرقت المفاجأة؟ مش وقته دلوقتي يا سيني، انا عايز اظهر حالا قدام الملك. ليه؟ بعدين هتعرف. طب غمض عينيك.